تخيلت الحب. في يوم من الأيام هناك مكان اسمها بحيرة الحب، وهي على شكل قلبين. تقع بحيرة الحب في دبي في القدرة، حيث أنها تجمع بين الصحراء والماء. بحيرة الحب تعمل طول اليوم كل أيام الأسبوع، ولا تغلق أبدا. يسمح في بحيرة الحب بالشوي التخييم والمشي على الأطراف. وإذا تنزحت في البحيرة تجد أنواعا مختلفة من الأسماك. جميل، أكمل. نعم، حقيقية. لكي تساعد للحفاظ عليها، نظيفة. لا ترمي القاذورات في البحيرة أو الأرض. شكرا يا جنى.